هذا ماي من الخزان يصبط المطي، المطي سمطاه بس متحمل عم من الحار. إن كان صوتك هلوسة فتلك مصيبة، وإن كانت صورتك مشهدا كوميديا فالمصيبة جنون بفعل لهيب الصيف. أما الرأس فهو رأسك العراقي المكوي بلهيب الفساد، وما عليك سوى أن تطالب بالكهرباء المصعوق بحرمانها، أن تخفف همك بالماء والشكوى، وتتعرى من ملابسك لتتمسك بالحياة. هذا أضعف الإيمان. أما أبسط أمنياتك في العراق فأصبحت تدعو ربك أن تلبي وزارتك حقك ببضع ساعات من تشغيل مروحة تبرد قلبك أو قلب أطفالك. إحنا ناس فقرة، هذا البلوك شوفه المطر ما يجرحه، صبحت المرة شاردة لهلها وحساها بختكم وحساها بغيرتكم وحساها بعيالكم. يستنجد الرجل بالحكومة بعد أن فرت زوجته هربا من حر الطقس، فاقدا أمله في وزارته التي لم تستجب للحال. وحال الرجل يشبه حال عموم العراق، ويبقى رأسه الذي أكله الشيب شبيها بوزارة شاب فيها الفساد. رئيس الحكومة كشف الغطاء عن حقائق الفساد في وزارة الكهرباء التي أنفقت عليها الحكومات المتعاقبة قرابة 62 مليار دولار منذ عام 2013. عمر 65 سناني ظالع يبقى عم مكاني خدمي تاليها قاعد ببيت بلوكات مروحة ما عندي راوية من المروحة خلي يشوفونه شوف راوية سقبة حمر تقبلون بس عمي مسلمينكم بيد الله. دولارات في الهواء الطلق أو في الجيب، وما على المواطن إلا أن يموت من فرط الحرارة أو أن يعيش على أمله.